السلام عليكم الاخوه الاخوات، نتمنى بخير. كيفاش غادي تعرف انك تقبلتي في التكوين المهني؟ راه كنهضر على تسجيل، مزيان، ما كنهضرش على القبول. القبول راه باين انه كتوصل بواحد لي اس ام اس ولا ايميل، ولا كتدخل الحساب ديالك في لوفي بي تي بوينت ما وكتلقى فوزيت ادمي، مزيان. هنا كتلقى انك تقبلتي وكتمشي تدفع الوثائق ديالك وكتخلص واجبات الاشتراك السنوي، وديك الساعه كتم كونفيرميتي الانسكريبسيون ديالك، مزيان. بالنسبه للتسجيل الاولي باش انك تعمر الفورميلير ديال النوفيل انسكريبسيون، تعمر الفورميلير وتسكاني الاوراق وتخلص ديك 50 درهم، كيفاش غادي تعرف انك تقبلتي ولا لا؟ دونك كتلقى دوسي كومبلي، مزيان، وكيعطيوك رونديفو ديال تيست بالنسبه للناس ديال كاليفي والناس ديال التكنيسيان. التكنيسيان سبيسياليزي كيعندهم انتقاء مباشر، مزيان، ما عندهمش امتحان، عكس التكنيسيان و كاليفي و التخصص كيكون عندهم تيست كيو سي ام. لي باغي اكزومبل راه كاين في القناه، دير فقط تيست كيو سي ام في القناه، راه كاين اكزومبل تما، مزيان. دونك كيف ما قلنا باش تعرف انك تقبلتي راه كيعطيوك رونديفو. الا ما كاينش رونديفو كاين انه الانسكريبسيون ديالك كومبلي كتلقى فيها النوم ياك، ولا عندك شي مشكل هنا خاصك تعاود تسكاني الاوراق قادهم مزيان وعاود تيليشارجيهم. الى باقي نفس المشكل في واحد يومين ولا 3 ايام، من الاحسن انك ديبلاصه للمدرسه للسونتر وسولهم، انت معك الوثائق ديالك كامله، وسولهم قول لهم مرحبا بالدين، راه تسجلت، فاش كاين المشكل؟ وهما ديك الساعه غادي يعطيوك المشكل اكزاكت، كيدخلوا السيستيم وكيعطيوك المشكل اكزاكت. دونك هذا الشيء خاصكم تبعوه، وما تبقاوش حتى لاخر لحظه في التسجيل واسع تقول راه عندي مشكل واسع، تبقى شي تسول، تمشي تسول علاش ما تقبلتش، يقول لك راه فات انسكريبسيون. لا، من دابا تقبلتي يعني في الانسكريبسيون ديالك وعطاوك رونديفو ديال التيست، راه مزيان. ما عطاوش ليك عندك الدوسي ديالك ما كاملش ولا شي حاجه، من الاحسن دي بلاصه عندهم للسونتر. ودابا ما تسناوش حتى لاخر اجل ديال التسجيل. بالنسبه لاخر اجل التسجيل صحاب التكنيسيان هو نهار 28/6، كاين بعض الهضره بانه زادوا مددوا هذا التاريخ هذه، ولكن حنا نخدموا على 28/6، مزيان. بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي هو 8/7، مزيان. الناس اللي ديجا عندهم بكالوريا ولا ديجا عندهم نيفو باك ولا سميتو، من الاحسن يتسجلوا دابا ويقضوا الغرض احسن دغيا. الناس اللي مازال كيقراو راه حتى تكمل قرايتك وديك الساعه كتجيب شهاده مدرسيه وكتمشي كتدفع بالنسبه لصحاب التكنيسيان، مزيان. صحاب التكنيسيان سبيسياليزي بيدفعوا الباك، خاصك تنجح تسجل البكالوريا ديالك وعلى الساعه كتسجل. المهم يعني شي سؤال ولا شي حاجه يخليها في التعليق.